يونيتي 9 او الدرس رقم 9 ما شومبر مونلي. ما شومبر يعني غرفتي او اوضتي، مونلي سريري. خدتوا بالكم قلت ايه؟ اوضتي، حجرتي، سريري يعني ملكيه، حاجه بتاعتي انا، وهي دي مو وما. هو ده اللي انا عايزه اخده في الدرس النهارده. ليه ادجكتيف بوسيسيف؟ ادجكتيف بوسيسيف اللي هي صفات الامتلاك. طب انا مش هاخدها مع كل الضمائر، تاخد بالنا برضو ان احنا قلنا ان احنا واخدين جو وتو، انا وانت. طب يبقى انا هاخد ضمائر ملكيه مع الضمير جو بس، مع الضمير انا بس، تمام. طب الجو بالفرنسي اللي هي، تعالى كده ناخدها، معلش انا هتلاقوني دخلت لغات تانية بس عشان انا بشرحها كده في الفصل، الولاد تفهم اسهل. الجو اللي هي معناها انا، ضمائر ملكيه لو انت هتقولها بالعربي انت كل اللي بتعمله انت بتزود حرف الياء على الكلمه، صح؟ هتقول قلمي، استكتي، كراستي، شنطتي، اخي، ابي، امي، انا زودت ايه عشان اعبر ان هي بتاعت امتلاك. لو هاجيها في الانجليش انت بتحط ماي قبل الكلمه، هتقول ماي فاذر، ماي ماذر، ماي براذرز، يعني ما فرقتش معايا الكلمه مذكره ولا مؤنثه ولا جمع، تمام. وانا قصدي كده، انا قصدي مذكر مؤنث جمع، فاذر ماذر براذرز. طب تعالى بقى بالفرنسي، لا تفرق. لو الكلمه مذكره، الكلمه اللي انا عايزه اقول دي بتاعتي، الكلمه اللي انا هنسيبها ليا مذكره، هحط قبلها كلمه بون. لو مؤنثه هحط قبلها كلمه ما. لو جمع هحط قبلها كلمه مي. تاني، لو كلمه مذكره مثلا انا عندي هنا كلمات هناخدها في الوحده دي، زي كلمه لي، لي ما بنطقش حرف التي، سايلنت لي، مون لي، لما احط قبليها مون يبقى معنى كده اولا انا عرفت ان الكلمه دي مذكره. حطيت مو عشان الشيء ده انا عايزه اوصفه، اقول ده بتاعي، سريري. فانا هنا لو هاجي ترجمها صح انا مترجمه بس كلمه لي سرير، لكن لو هقول مون لي هقول سريري، هحط ليه بتاعتي. طب عندي كلمه تانية بيغو، بيغو يعني مكتب. والمقطع ده خدناه الترم الاولاني على كلمه زي كلمه شابو، تمام، كانت قبعه في الدرس الاخير بتاع الملابس. كانت كلمه بيرو، ثلاث مقاطع دول بيتنطقوا صوت واحد بس، او. عشان كده لما بنيجي مثلا نجيب لهم حرف ناقص في الثلاث حروف دول بنقصد ان انتوا الولاد لو مش مذاكره مش هتعرف تختار. هما بيسمعوا صوت او، انا انقص ده، انقص الاو او الا او الاو، انقص واحد من الثلاثه دول، هما يسمعوا او يختاروا الاو على طول ويتلخبطوا لو مش مذاكرين. لا، الثلاثه دول ما لهمش اي علاقه بالحرف الاو، انت بتنطق او لكن بتتكلم بالثلاثه دول، الاو والا والاو، الاي والاي واليو، تمام. يبقى هننطقها تاني، بيغو مكتب، مون بيغو مكتبي، مون مات لا، مات لا الاس مش بنطقها، مات لا يعني مرتبه، مرتبتي. ما هو هنا الاوضه او الدرس ده كان في الاوضه، يبقى مونلي سريري، مون بيغو مكتبي، مون مات لا مرتبتي. طب يا ميس ممكن اجيب كلمات من الترم الاولاني؟ اه عادي جدا. تعالى كده، هنا قلنا المون للمذكر، انا ممكن اقول لك مون ليفغ كتابي، مون ستيلو قلم جاف، دي من الكلمات اللي خدناها الترم الاولاني كده، تمام. المهم ان انا بحط كلمه مذكره واقول قبليها كلمه مو، واحط مو يبقى معنى كده ان الحاجه دي، الشيء ده ملكي انا. يبقى انا كده وصلت ان انا استخدمت صفات الامتلاك مع الضمير ايه، جو، انا بتاعي، تمام. طب لو الكلمه مؤنثه هحط قبلها كلمه ما، ما شامبر غرفتي، هنا احط مو، تمام، احط ما، ما شامبر، ما كوفرتور، كوفرتور حتى احنا بنقول بالعربي كوفرتا، لا هي كوفرتا جايه من كلمه كوفرتور بالفرنسي، تمام. كوفرتور يعني كوفرتا او الغطاء، ده المعنى الاصح، حاجه بتغطيني، فهي الكوفرتور بتاعتي، ما كوفرتور. ما فوتو صوره، بس طبعا هنا ما يبقى صورتي انا، ما شامبر غرفتي، ما كوفرتور كوفرتيتي او غطائي، ما شفوتو، ما فوتو صورتي. يبقى دي ثلاث كلمات اللي عندي، ننطقهم بقى تاني مع بعض، مون لي، مون بيغو، مون ماتلا، ما شامبر، ما كوفرتور، ما فوتو. طب كده فهمنا يعني ايه مون، يعني ايه ما، يعني ايه مي. دي بقى اللي انا عايزاها، ثواني، المي للجمع، ودي مش هتلاقوها مكتوبه في كتاب المدرسه، دي زياده ما عندنا احنا في الفصل المفروض تتقال. مي للجمع. طب يا ميس ايه اعرف الجمع منين؟ اي كلمه تلاقي اخرها اس او اكس، بس خد بالك كلمه اخرها اس او اكس انا اللي مزودها على الكلمه الاصليه، يعني ما تجيش تقولي مثلا يا ميس كلمه ما تلاقي هي اخرها اس، ها احط مي؟ المفروض هنا كنت احط ما ولا احط مي؟ ما هو المفروض الولد هيقولي اخرها اس، اه صح هي اخرها اس، جميل، بس الاس هنا من الكلمه الاصليه اصلا في الكلمه،
يعني من حرف من حروف الكلمة الأصلية، أنا مش مزوداها. طب لما أحب أجمعها أعمل إيه؟ ده هنا الصح. جميل، واحدة واحدة كده تعالى للجمع. لو أنا عايزة أقول لك مثلا كلمة زي كلمة ليفر اللي أنا لسه قايلها دلوقتي دي، نفس الكلمة أهي، أنت شفتها هنا وتحطينا مو، عرفت أنها مفرد مذكر، أولا مفرد لأن مش آخرها اسم، مش حاجة، يبقى هو كتاب واحد كلمة مذكرة أنا واخداها قبل كده على حسب حفظي، حطيت المو. طب لو أنا حطيت لك عليها أس على طول تعرف أنها جمع، تحط مي. طب كلمة مي زي كلمة مطلع لفوق دي، جات لي في الامتحان أهي نقط وراح كاتب لي كلمة مات لا، اختار ايه؟ اولا لا يمكن اجيب لك الاثنين مع بعض اختيارات، مش هجيب لك مو ومع ومي مع بعض، او مش هجيب لك المو مع المي مع بعض، لان الاثنين ساعتها هيبقوا صح. ايه ده الاثنين صح؟ اه، لو قلت لي مو مطلع كده انت عملتها على انها مفرد، ما هو كده كده الاس انا مش مزودها للجمع، هي موجوده جوه الكلمه، يبقى دي ممكن تبقى معناها مرتبه مفرده اهي، تمام. طب لو انا حطيت لك نفس الكلمه والولد تاني او اي طالب تاني راح حاطط لي مي، انا اقدر احسبها له غلط؟ لا يمكن، هي برضو صح، دي صح دي صح، هنا هيبقى لا، ما ينفعش اجيب لك الاثنين مع بعض. ولو جبت لك الاثنين مع بعض يبقى ساعتها انا سايبها لك مفتوحه، حطيت لي مو هعملها لك صح، حطيت لي مي هعملها لك صح، لكن ما تكتبش الاثنين، يعني ما تجيش تكتب كلمه مو وتروح حطيت لي قبلها كلمه مي، لا اختار واحده بس، حدد لي انت عايز مفرد ولا جمع. طب انا اعملها لك ازاي؟ اجيب لك كلمه مطلع دي واحط لك مو مثلا ومع، مو ومع مذكر ومؤنث بس، يبقى انا كده فهمتك ان هي ايه، مفرده، يبقى تختار المذكر ولا المؤنث؟ لا هي مذكره يا ميس فتاخد المو. طب حطيت لك ما ومي، يبقى انا كده فهمتك انها جمع، خلاص يبقى ما ينفعش غير المي، ما هي كده كده لا يمكن تبقى مؤنثه. طب حاجه كمان، افرض عملت لك الحركه دي، ودي اللي كانت موجوده في الترم الاولاني، سي نقط مات لا، ورحت حاطط لك الثلاث اختيارات مو ولا ما ولا مي، هنا اعمل ايه؟ ما هو انا حاطه لك اهو المؤنث المفرد قصدي مذكر، وحاطه لك المي بتاعه الجمع، هنا اعمل ايه؟ هنا دي تتعامل على انها مفرد ولا جمع. هنا في حاجه انا مديها لك في الجمله الزياده ومهمه جدا، هي كلمه سي. سي معناها هذا او هذه على حسب مذكر ولا مؤنث الشيء اللي انا هتكلم عليه. سي دي ما بتجيش غير للمفرد، سي يعني هذا كذا هذه كذا، مفرد بس، هم لسه ما خدوش الجامعة ياخدوها السنة الجاية في خمسة ابتدائي، سي دي للمفرد. فبالتالي أنا كده فهمتك وقلت لك إنك دي مرتبة كلمة واحدة، فيبقى يمكن تختار لي دي، وهي كده كده مش مؤنث، يبقى أنا مجبر على المو. كده فهمنا الدنيا ماشية إزاي؟ يبقى أنا عندي الكلمات دي مهمة، دي الكلمات الجديدة بتاعت الوحدة بتاعت الدرس دوت، التلات كلمات دول لي وبيغو وماتلا، عندي شامبر وكوفرتور وفوتو. خلنا الادجكتيف بوسيسيف المو مامي، عرفنا ازاي نعرف الاس والاكس ده دايما بتيجي من علامات الجمع، بس اخد بالي لو الكلمه موجوده فيها اخرها، بس ده عامه يعني مش بنرخم عليها للولاد في الامتحان لانها بتبقى تقيله شويه على سنهم، الا لو دي مكرره عليهم، دي معاهم في المنهج، فبالتالي سي كده بيبقى فهموا ان هم على طول مفرد، اروح بختارها على طول. طب كده كده زمان كنا واخدين الان والان والدي المذكر والمؤنث والجمع، ودي ضماير الارتيكل اندفيني اللي هي ادوات النكره، الان والان والدي مذكر مؤنث جمع، اللو لالي المذكر والمؤنث والجمع بس ارتيكل ديفيني ادوات المعرفه اللي هي بالظبط بتعادل الالف واللام في العربي، هي دي كده بقى ان انا اكمل او احط على الكلمه الف ولام. المامامي دي صفات الامتلاك، فهو كان بيقول لي ان الان زي اللو زي المو، يعني اي كلمه كنت اخدتها من الترم الاولاني حافظها ان هي مذكره هقدر احط لو هقدر احط ما، اي كلمه مؤنثه احط ان احط لا احط ما، دي للجمع لي او مي، بس طبعا لا يمكن اجيب له دي ودي ودي مع بعض، هي يا اما بجيب الفئه دي او الفئه دي او الفئه دي، يعني الصف ده او الصف ده او الصف ده بالنسبه للاختيارات كده، تمام. طب جزء تاني من الدرس ده، اننا بما اننا خدنا المو والما، الفرق ما بين ادوات الملكيه بتاعه المذكر والمؤنث، في شويه كلمات موجوده في الدرس ان هي بتتكلم عن العيله، فاحنا بالتالي كنا هناخد مع بعض ما فامي، كلمه فامي اصلا يعني عائله، طب انا احط قبلها كلمه ما، عرفت ان كده مذكره ولا مؤنثه؟ مجرد ان انا حطيت ما تبقى مؤنثه، يبقى ما فامي، يبقى انا كان ممكن اقول مكانها لا فامي، كان ممكن اقول مكانها ان فامي، وهم الثلاثه ينفعوا، تمام. طب ادي المو وادي الما، ايه الكلمات اللي في العيله عندي؟ بار خدناها، بار مار، بار مار، فرير سور، فرير سور، جران بار، ودي كلمه مركبه على بعض، جران بار جد، جران مار
جدة تاني père mère frère sœur grand-père grand-mère تمام. طبعا اقدر اقول لك او اجيب على حسب مثلا الاسئله اقول لك حط ماما مي اي كلمه من دول احط لهم اس تبقى جمع نفس المبدا مو للمذكر ممكن تبقى ان ممكن تبقى لو ما هو كل ده ينفع على حسب السؤال وهنا تبقى ما يبقى اقدر احط ان اقدر احط لا كده تمام. طب ادي مثلا اهو مثال سي نقط بير مفيش اس وكده كده انا واخده ان السي للمفرد يبقى انا بختار موم او ما خلينا في الدرس ها ابص للكلمه دي مذكره ولا مؤنثه مذكره يبقى على طول احط موم فهمنا انا ماشيه ازاي. سي نقط شامبر شامبر يعني حجره لسه واخدينها من ورا يبقى شامبر مذكره ولا مؤنثه كانت الناحيه دي يبقى ما مؤنثه. سور اخت يبقى هقول سي ما سوغ عشان كده انا بذاكر الفرنساوي بالمعنى وبالمذكر والمؤنث وبعد كده ابتدي اهتم ان هم يحفظوا الكلمه بالكتابه الاول المعنى وبعد كده المذكر والمؤنث كل حاجه عندي في الفرنسي مذكر ومؤنث. سي نقط لي لي مون لي مذكره لحد هنا انا واخده العيله انا واخده الكلمات بتاعه الدرس دوت الحاجات اللي ليها علاقه بالغرفه رجعنا على الان والان والدي لو لا لي المون مامي حلينا شوية. لو في أسئلة سيبوا كومنتات. مرسي جدا ليكم.